مرحبا بكم مرة تانية، وصحافة تحليلية وقراءة تحليلية لأهم الأخبار الموجودة في الصحف المصرية النهاردة الثلاث 27 فبراير 2018. بيسعدنا وبشرفنا جدا تكون معنا النهاردة في حلقتنا أستاذة سمية عبد المنعم، الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد. أهلا بيكي، مشرفانا ومنورانا. هبدأ مع حضرتك الجولة الصحفية النهاردة من جريدة الأهرام. الخبر الأول معنا بيقول سيناء تتأهب للتنمية الشاملة، رئيس الأركان العملية العسكرية تتواصل بنجاح على كل الاتجاهات. أولا عايز أعرف من حضرتك تعليقك طبعا على هذا الخبر، وثانيا أبرز نتائج العملية سيناء 2018 خلال ال 16 يوم الماضي. طبعا احنا متفقين ان احنا عشان نبتدي تنمية شاملة في سيناء لازم أولا نقضي على كل البؤر الإرهابية. صحيح. ونطهر سيناء تماما من شياطين الإنس. العملية سيناء 2018 متواصلة على مدار 16 يوم. النهاردة الصبح كان في بيان القوات المسلحة قال أنه تم إحباط أو استهداف 185 عنصر إرهابي. تمام. وإحباط عملية إرهابية. طبعا ده كله بيؤهل سيناء لأنها تصبح مركز للتنمية الشاملة. في أكتر من خطة اقتصادية سيتم تنفيذها على أرض سيناء، منها أن سيناء هيتم فيها إقامة مدينة ساحلية ضخمة ستسمى السلام، دي هتتم سنة 2022. وخطط أيضا نأمل بإذن الله أنها تكون فاعلة إن شاء الله. يعني فكرة أنه هناك تنمية داخل سيناء وفكرة العملية سيناء 2018 هي لسه لغاية وقتنا هذا مستمرة طبعا للقضاء نهائيا على البؤر الإرهابية الموجودة في سيناء. هل ده مثلا هيؤدي إلى سياحة زيادة، اقتصاد زايد، ولا في بعض الأوقات هيؤدي إلى خوف من بعض الأطراف؟ المفترض هو طبعا احنا عارفين ان ده سيف ذو حدين. المفترض اللي بيفهم يقول ان دي بلد بتطهر نفسها من الإرهاب وهتقضي عليه تماما، فلا خوف ابدا من ان السياحة تستمر. في بعض الدول الاخرى تقول لا، ده هنا في عمليات إرهابية وممكن يحصل تفجير هنا او هنا، فانا اخاف امنع وجود سياحة في هذا البلد. بس طبعا احنا بنناشد ان كل دول العالم ان لا ما تخافوش، مصر آمنة الحمد لله. صحيح. ان كان في عملية فدي يعني غرضها تطهير سيناء وتطهير مصر كلها من العناصر الإرهابية ليس الا. لا، والشخص او الدولة اللي بترجع تقول انه دواري يبقى فيه هنا عملية إرهابية، ممكن نطلب من يعني الناس دول تقولوا لنا دولة واحدة في العالم ما فيهاش إرهاب. بالظبط كده، كل دول العالم بينفذ فيها عمليات إرهابية وعمليات غير متوقعة، فجأة دهس بالمئات، تفجير، فما فيش دولة تخلو يعني. جميل. علشان العملية التنموية دي تتم بالشكل السليم المفروض يكون في تبادل المعلومات ما بيننا وما بين الدول الصديقة. أكيد. هل هناك أهمية أن يبقى في قنوات للتواصل زي ما قال الخبر، أن في قنوات للتواصل ما بيننا وما بين الدول الصديقة علشان يتم تبادل المعلومات منا وإلينا؟ بالظبط كده. طبعا تبادل المعلومات ده عنصر أساسي في التعرف على العناصر الإرهابية اللي موجودة في سيناء. احنا عارفين طبعا أن من أول ما ابتدينا تطهير سيناء بقى لنا دلوقتي داخلين في سنة ونص. للأسف الشديد بنكتشف ان في عناصر كتير مخبأة في اماكن احنا نفسنا مش قادرين نوصل لها. الجيش بيحاول عن طريق اهل سيناء، وده مهم جدا ان اهل سيناء وسكان سيناء يتواصلوا مع الجيش، الدول الصديقة تتواصل مع الجيش في انها تمدوا بالمعلومات المطلوبة للتعرف على العناصر الإرهابية واماكن تواجدها واختبائها. جميل. هنروح للخبر الثاني معانا من جريدة اليوم السابع. الخبر بيقول دراسة برلمانية عن لجان إرهابية تنشر آلاف الشائعات بمواقع التواصل يوميا، 5000 شائعة عن الانتخابات الرئاسية في 60 يوما. الوطنية للانتخابات 71 منظمة محلية ودولية تتابع الاقتراع، والوطنية للصحافة تقرير هيومان رايتس حول الانتخابات تحريض. الحقيقة انه العمل الارهابي مش بس موجود في سيناء، ولكن ايادي الارهاب عايزة تطول واساليبها مختلفة. بالظبط، وعايزة تطول كل جزء وكل تفصيلة خاصة بالوطن وخاصة بأرض الوطن حتى. صحيح. وصولها إلى الانتخابات الرئاسية. عايزة أعرف بقى تعليق حضرتك على هذا، وكيف يتم التعامل مع الأيادي الإرهاب علشان ما تطولش حاجة أكتر من يعني أكتر من كده، ولا يسمح لها إنها تطول أكتر من كده. طبعا إثارة الشائعات ده من أحد الأسلحة الفعالة جدا
لأي عصابة أو أي إرهابيين. تمام، ارمي شائعة، وطبعا احنا عندنا مواقع التواصل الاجتماعي بتساعد جدا في انتشار هذه الشائعات بشكل غريب. تمام، يعني معظم الشائعات المتداولة دلوقتي عن إلغاء بطاقة التموين وعن وجود اعتقالات، وده اللي أثارته هيومن رايتس ووتش، عن وجود اعتقالات كتيرة في مصر، كان آخرها الموضوع بتاع زبيدة اللي تم إثارته على معتز مطر على قناة الشرق، وتم طبعا تجذيبه امبارح، واكتشفنا ان البنت لا دي عايشة ومتجوزة ومخلفة، يعني محدش خطفها ولا اغتصبها ولا اي حاجة من دي. فطبعا الشائعات للأسف زي ما قلت هي سلاح سريع الانتشار، زي انتشار النار في الهشيم. سهل جدا ان انت تجيبي منه نتائج عكسية، سهل جدا ان انت تحرضي الآخرين، سهل جدا ان انت تغسلي عقول كل اللي حواليك وكل اللي بيسمع منك. طبعا لازم مجابهة هذه الشائعات عن طريق لجان إلكترونية تحاول انها تسيطر على اللجان الالكترونية الارهابية اللي بتبث هذه الشائعات، لان قلنا ان رقم واحد مواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الاساسي او الوسيلة الاساسية لبث هذه الشائعات. سيطر على هذه اللجان المخترقة لمواقع التواصل الاجتماعي عشان تقدر انك تسيطر على هذه الشائعات. طيب هو المفروض انه دي برضو مسؤولية جهة بعينها، ولا دي مسؤوليه مواطن انه المفروض ما نسمعش؟ لا الاثنين. ما هو معلش المواطن يعني اداه تلقي. طبعا المفترض ان هو يعمل عقله، بس معلش احنا في الظروف اللي احنا فيها سهل جدا ان انت تاثري على حد، على تفكير حد، وتقنعيه بحاجه في ظل الازمه الاقتصاديه اللي احنا فيها. فهو طبعا هي الدور الاساسي الدوله، والدور الثاني على المواطن. معنا خبر تاني من جريدة المصري اليوم، الخبر بيقول مصر تبحث الربط الكهربائي مع كوبري سوليونان، إسماعيل يترأس اجتماع الأعلى للطاقة ويوجه بتشجيع الصناعات الجديدة. تعليق حضرتك. طبعا ده خبر مهم جدا، عملية الربط الكهربائي بين مصر واليونان وأبروس هتخلق نوع جديد من التطور، من التنمية الشاملة في البلد، هتخلي مصر ناقل أساسي للكهرباء في أوروبا، وده طبعا تطور رائع وخطوة رائعة أتمنى أنها تفعل بإذن الله. جميل. خبر تاني من جريدة الجمهورية وخاص طبعا بالإصلاح الاقتصادي، الخبر بيقول القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، مصر حققت إنجازا في خارطة الطريق والإصلاح الاقتصادي. ده يعني رأي السفير الأمريكي بالقاهرة إنه مصر فعلا حققت في خارطة الطريق والإصلاح الاقتصادي إنجاز كبير جدا، ويعني ودوليا فعلا ناس كتير جدا شايفة هذا الإصلاح وشايفة هذا الإنجاز، وشايفة إنه اللي حصل اقتصاديا الفترة اللي فاتت كان متوقع إنه يحصل في فترة أطول من كده بكتير. فأنا عايز أعرف تعليق حضرتك، وكيف يرى المواطن المصري هذا الإنجاز من وجهة نظر المواطن المصري في الشارع؟ تمام، طبعا احنا قلنا كتير وبنقول تاني ان كل التنمية الاقتصادية اللي حصلت هي رائعة جدا واحنا معترفين بيها، بس أزمتها انها مستقبلية، يعني سيتم جني ثمارها فيما بعد على مدار سنوات قادمة، وللأسف الشديد ده بيخلي المواطن المصري مش حاسس بيها وبيستهجنها وبيقول طب أنا إزاي أبقى عايش في أزمة اقتصادية وفي ظل غلاء الأسعار والأزمة اللي بتحصل ومنتظر إن السنين اللي جاية هتشهد انفراجة اقتصادية، هو مش قادر يقتنع بده. وعلى فكرة يعني لازم نعذره تماما، من حقه لما يلاقي الأسعار بتزيد عليه بالشكل دوت وأزمة بتحصره من كل الجوانب، صعب جدا ان هو يعني يقدر يتقبل انه ينتظر انفراجة اقتصادية في السنين اللي جاية او في الأجيال اللي جاية. تمام، رغم ان المواطن المصري شايف انه حتى لو في اسعار مثلا السلع زادت او اسعار الخدمات كمان زادت، مش هنتكلم في انه في بدائل للخدمات لانه اسعار او زياده اسعار الخدمات يعني او المرافق بشكل عام زادت جدا، لكن لو بنتكلم في السلع الحاجات العاديه اللي المواطن بيحتاجها يوميا في حياته، المواطن برضو لسه لغايه دلوقتي مش شايف انه في الدوله حتى لو اضطرت في بعض الأوقات أنها تزود أسعار بعض السلع لأنها بتقدم بدايل للسلع دي، بس البدايل للأسف غير كافية.
انت عندك عدد سكان رهيب داخلين في 100 مليون نسمه، البدائل مش بتغطي كل القطاعات، مش بتوصل لكل القطاعات. صحيح الجيش اتدخل في طرح سلع كتير في الشارع، وزاره الداخليه، وزاره التموين، وزاره الزراعه، بس للاسف كل ده مش كافي في ظل حاجه تانية، في ظل شائعات تانية بتطول هذه السلع. واحنا شفنا الشائعات اللي طالت، الفراخ اللي تم تداولها الفتره اللي فاتت وقالوا انها فاسده ومنتهيه الصلاحيه و و و الى اخره. في ظل هذه الشائعات صعب جدا ان المواطن يقبل عليها بالشكل المطلوب، وزي ما قلت ان هي بتبقى نسبتها قليله مش بتوصل لكل المواطنين. مطلوب من الحكومه ان هي لازم، يعني انا عارفه ان ما ينفعش قانونا في ظل تحرير سعر الصرف ان هي تفرض رقابه على الاسعار، بس بشكل او باخر يعني هي كانت ليها خطه المفترض انها تحصل، قالت انها هتسعر السلع المعلبه، هتحط سعرها تكت عليها بحيث ان التاجر ما يقدرش انه يتلاعب في هذا السعر. طب والسلع الغير معلبه؟ ودي ما اكثرها، يعني دي كثيرة جدا، يعني للأسف شديد طبعا هتبقى الموضوع غير تام. يعني احنا محتاجين فعلا وسائل ناجحة وناجعة تقدر انها تسيطر على أسعار السلع، وتقدر انها يعني تخلي المواطن ما يتأففش كتير، يعني يعيش بجد، لأنه محتاج انه يعيش من حقه. طب لو هنتكلم عن بديل آخر واحتمالية وجود هذا البديل أو توفر هذا البديل، لو هنتكلم أنه خلاص ما فيش دلوقتي عندنا خيار آخر غير أنه السلع تزيد علشان يبقى فيه تنمية اقتصادية، أو علشان الإفراجة الاقتصادية تحصل خلال الفترة الجاية. البديل الآخر طبعا المرتبات. بالضبط، زود المرتبات بشكل يسمح بأن المواطن يعيش عيشة كريمة. أيوة. ويقدر أنه يلبي كل احتياجاته. ما تقوليش 10% و 15%، الكلام ده ما ينفعش خالص، لازم زيادة بشكل يخليه يعيش، وزيادة قطاع عام وقطاع خاص، وتفرض على القطاع الخاص. ما ينفعش يجي قطاع خاص يقول لك أنا بخسر، على فكرة معظم القطاعات الخاصة بتتلاعب، بتتلاعب، يقول لك أنا بخسر ويقدم ورق فعلا أن هو بيخسر، فالحكومة هتقول له إيه؟ ما تقدرش تقول له زود، خلاص هي خلاص ما تزودش. طبعا مين الضحية في ده؟ كل موظفين القطاع الخاص وما اكثرهم للاسف الشديد. فالحكومه محتاجه انها تزود المرتبات وتفرض على كل القطاعات الخاص، والقطاع الخاص اللي فعلا متعسر ويثبت ان هو متعسر لابد من الحكومه انها تدعمه وتقف جنبه لحد ما يقف على رجليه. معنا خبر تاني من جريدة الوطن، الخبر بيقول المالية نظام مبسط لضرائب المشروعات الصغيرة وطروحات البورصة الأسبوع المقبل، الجرحي لطرق الأبواب نستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 20%، والمنير تيسيرات على الممولين من عفوا في موسم الإقرارات. يعني عايزين نتكلم أكتر عن تفاصيل هذا النظام بيقال عنه انه مبسط لضرائب المشروعات الصغيره، كيف يتم التعامل مع المشروعات الصغيره بهذا النظام؟ طبعا احنا هنقول بدايه ان المشروعات الصغيره ومتوسطه الصغر وشديده الصغر دي من المقومات الرئيسيه للاقتصاد المصري. معظم المشروعات الموجوده دلوقتي هي معظمها مشروعات متوسطه وصغيره. مطلوب للاسف شديد ان هي بتقابل مشاكل كثيره جدا وبتتعثر كثيرا، مشاكل تمويليه، ومشاكل في ان المشروعات الكبيره مش بتعتمد عليها، مش بتتيح انها تدخلها في خططها، مش بتعتمد على انتاجها. وده بيخليها منفصله، فتلاقي صاحب المشروع بيحاول ان هو يعني يروج منتجه لوحده. ليه المشروعات الكبيره مش بتعتمد على انتاج المشروعات الصغيره؟ هل مثلا لعدم كفاءه المنتج الخارج من المشروعات الصغيره؟ لا، ما فيش ثقه، يعني ما فيش ثقه من المشروعات الكبيره في المشروعات الصغيره. بتقول زي ما حضرتك قلتي كده ان ما فيش جوده تناسبني انا كمشروع كبير، مع ان هم لو دوروا هيلاقوا ان معظم الحاجات الصغيره بتتعمل بكفاءه عاليه جدا. احنا الحاجات اللي احنا بنشتريها، مش هتكلم بقى يعني، بس الحاجات اللي احنا بنشتريها معظمها المانيوال، الحاجات اللي هي اليدوية معظمها بتبقى غالية جدا. ايوه. ليه؟ لان كفاءتها بتبقى عالية جدا، فانت ليه ما تجربش ان انت تعتمد على المشروعات الصغيرة وتدخلها في وسط خططك؟ ايه المشكلة؟ انت كده هتنقذ ناس كتير، وهتنقذ تمويلات كتيرة، وهتنقذ انتاجهم، وهتخليهم ما يتعثروش وما يبقوش عبء اخر على الدولة، يعني وهتقلل يعني المبالغ المدفوعه الكبيره في فكره الاستيراد. بالظبط كده. بالظبط، يعني انا ليه اهدر كمان عمله في ان انا استورد؟ ليه انا اخدم على دول غيري مع اني انا ممكن اخدم على مواطن بسيط وانقذه؟
واخليه ياكل من ايده زي ما بيقولوا من انتاج ايده. علاوه على كده ان المشروعات الصغيره دي بتستحوذ على بتضم قوه عامله كتير جدا وبتنقذ شباب كتير جدا من البطاله. عندي مشروع صغير بعمله، تعالى اشتغل معايا، تعالى اشتغل معايا، تعالى اشتغل معايا، ليه انا ما اكبرش ده واخليها تضم عدد اكبر من الشباب. هي فعلا المشروعات الصغيره والمتوسطه محتاجه نظره، محتاجة نظرة من الحكومة ونظرة من أصحاب المشروعات الكبيرة. طب قبل برضو ما نتكلم على فكرة النظام الخاص بضرائب المشروعات الصغيرة اللي اتقال عنه في الخبر، أنا برضو عايزين نتكلم في أنه دلوقتي في جهات وده تم الإعلان عنه طول الوقت الفترة اللي فاتت، عن فكرة أنه بقى في جهات بتدي قروض صغيرة علشان أو تشجيعا للناس اللي عايزة تعمل مشروعات صغيرة. صحيح، زي بنك ناصر وغيره. صحيح طبعا دي خطوة كويسة جدا، بس هي المشكلة ان في ناس بتتعثر في رد القروض، تيجي تاخد القرض وتمول مشروعها فمشروعها يخسر. يخسر ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ما بتقدرش انها تسوقه بشكل كامل، لان هي يعني امكانياتها بسيطة فما فيش عائد، فهترد القرض ده ازاي؟ فتتعثر. فنلاقي دلوقتي في السجون معظم الناس اللي في السجون معظمهم من كده قروض. فدي أزمة تانية. ففعلا احنا محتاجين ان احنا ننظر بشكل يعني كبير ومهم جدا لهذه المشروعات الصغيره والمتوسطه الصغيرة. طب يعني حل لهذا او للملف ده او حل للمشكله دي، هل الطبيعي مثلا انه الدوله يبقى فيها جهه مسؤوله عن تسويق كل المنتجات اللي بتبقى بتنتج من المشروعات الصغيره، ولا هي الجهه دي مثلا تبقى مسؤوله عن انها تجبر المشروعات الكبيره على انها تستخدم منتجات الخارجه من المشروعات الصغيره؟ ده ممكن وده ممكن، يعني المفترض ان يبقى في جهه وسيط ما بين المشروعات الصغيره والمشروعات الكبيره. هي مش هنقول تجبر، بس تعمل مثلا زي قانون، انت عندك في انتاجك مثلا لازم 2% يبقى بمساعده المشروعات الصغيره مثلا، قانون نسبة مثلا معينة. فبالتالي أنا مش هكبره، بس يعني هسمح له إنه يدخل النسبة دي، وفي نفس الوقت هو براحته بعد النسبة دي عايز يستورد يستورد. فهم؟ وفي نفس الوقت الدولة لازم تقف فعلا جنب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. طيب نظام بقى الضرائب المشروعات الصغيرة، هو اللي اتكلموا عنه إن هو نظام مبسط، يعني أنا أتمنى فعلا أن هو يكون مبسط. أنا للأسف ما طلعتش عليه بشكل كامل، فمش هقدر للأسف أتكلم عليه بشكل تفصيل. طيب لو مش هنتكلم عن تفاصيل هذا النظام، هنتكلم عن أهمية أن ما فيه نظام لضرائب المشروعات الصغيرة. طبعا الضرائب يعني برضو من أحد إحدى المشاكل اللي بتواجه معظم المشروعات وخصوصا المشروعات الصغيرة. أنا عندي مشروع صغير مطلوب مني ضرائب، فجأة ممكن الضرائب دي تبقى جزافية فالمشروع كله يضيع. المشروع كله يضيع بالزبط. عشان ادفع ضرائب جزافيه مش هقدر ان انا ادفعها، فللاسف شديد المشروع هيضيع مني. فضروري جدا ان يبقى في فعلا طريقه لتبسيط هذه، يعني تبسيط فرض الضرائب على اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه. جميل، معانا خبر الحقيقه انه خبر يعني انا شايفه شخصيا انه خبر رائع وجميل ويعني مفرح جدا، مبهج. خبر من اليوم السابع الصفحة الأولى بيقول علماء مدينة زويل يعلنون اكتشاف جينات دقيقة لمقاومة الخلايا السرطانية. أولا أنا عايز أعرف تفاصيل هذا الخبر من حضرتك، لأنه فعلا خبر رائع، وإحنا يعني الفترة اللي إحنا فيها بقينا مقلين إلى حد ما في الأخبار المبهجة. صحيح. بالإضافة إلى فكرة التعامل أو فكرة تعامل الدولة وتعامل المجتمع المصري مع هذا المرض، مع هذا المرض ومع العلماء محدد، يعني هل هم فعلا العلماء واخدين حقهم داخل البلد، ولا هم بيشوفوا انه احنا الناس بره بتفهم علمنا اكتر من البلد؟ اللي للاسف الشديد ان دي كارثه. احنا يعني مصر بتصدر علماء اكتر ما بتستفيد منهم. احنا عندنا معظم علمائنا بره. زويل نفسه الله يرحمه قال بالزبط. قال يعني انا ما لقيتش فرصتي في مصر فاضطريت ان انا اخرج بره. احنا مصر بنقتل المواهب، وهو زويل مصر بتقتل المواهب لكن بره بيتبنوها. عندنا كم زويل في مصر واحنا ما نعرفوش، مستني فرصه، وفجاه ممكن الفرصه دي تيجي من امريكا
عايزه اقول لك ممكن تيجي من اسرائيل، بس طبعا الحمد لله احنا اولادنا محترمين فما بيقبلوش. الحمد لله الحمد لله، فهماني؟ فاحنا للاسف شديد عندنا كارثه في حاجه زي كده، محتاجين ان احنا نعمل خطه، خطه، ودي تبقى تبع المشروع القومي على فكره، ما هياش مجرد خطه كده فرعيه، لا ده دي خطه قوميه لتبني علماء مصر وتبنيهم وتبني موهبتهم وتبني كل ما يمكن ان يقدموه. احنا محتاجين ان احنا نستفيد منهم، خساره بجد خساره. بالنسبه للخبر ده طبعا مرض السرطان للاسف شديد، المرض اللعين، احنا بقالنا سنين طويلة جدا بنعاني منه، خصوصا مصر نسبة عالية جدا للأسف موجودة في مصر بكل أنواعه، بكل أنواعه موجودة في مصر للأسف الشديد. بنتمنى وبقالنا سنين بنتمنى ان احنا نلاقي علاج فاعل وناجع لهذا المرض. في محاولات كتيرة جدا. الخبر ده بيعتبر مبهج جدا بالنسبة لنا. التوصل لجينات دقيقة لمقاومة الخلايا السرطانية، وهم هنا على فكرة بيقصدوا على الأخص سرطان القولون. تمام. يعني على الأخص سرطان القولون، مش كل أنواعه، هم هنا توصلوا لجينات تقدر إنها تقاوم، يعني بطريقة معينة بتقدر إنها تقاوم سرطان القولون. ولكنها كبداية هي بداية طبعا إيجابية جدا ومبشرة جدا لأنه وارد إنه يتم اكتشاف جينات تانية أو أساليب تانية لعلاج بقية باقي الأنواع. بالظبط، نتمنى والله، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. طيب يعني سؤال كده أخيرا يعني أو ختاما قبل ما نختم الفقرة، احنا بنهتم طول الوقت بملفات كتير وقضايا كتير داخل الدولة، منها الملف الاقتصادي، منها ملف القضاء على الإرهاب، منها السياحة وإلى آخره. العلم احنا محتاجين ايه في البلد علشان نقدر نطور من العلم في بلدنا بكل يعني بكل اجزاء العلم وبكل اطراف العلم، لانه العلم مش بس العلم الخاص بمدينة زويل او العلوم دي، ولكن عندنا علوم تانية محتاجين نعرف اكتر عن علوم الفضاء، محتاجين نعرف اكتر عن محتاجين ننفتح زي باقي العالم. احنا بقى محتاجين نعمل ايه السنين اللي جاية علشان نسبة العلم عندنا تبقى النسبة المناسبة لبلد زي مصر؟ محتاجين أولا الميزانية، محتاجين نخصص للبحث العلمي في الميزانية نسبة من هذه النسبة الهزيلة المحرجة جدا. البحث العلمي في معظم دول العالم وخصوصا المتقدمة هو على رأس الأولويات، على رأس ميزانية أي دولة، البحث العلمي والتعليم والصحة. صحيح، محتاجين ده، دي الخطوة الرئيسية اللي هتخلينا ننطلق بعد كده وننفتح على باقي العلوم. غير كده لا، هنفضل محل ما عندناش وسيلة أخرى. بالظبط. تمام. أستاذة سمية عبد المنعم الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد، نورتينا وشرفتينا ودايما تبقي منورة. إن شاء الله. مرسي. مشاهدينا نخرج لفاصل أخير، بعد الفاصل هتشرفنا بالحضور بطلة مصر وأفريقيا والعرب في لعبة مهمة جدا هي لعبة الجودو، وزي ما قلت في المقدمة أنه يمكن لعبة الجودو أو ألعاب القوة مرتبطة أكتر بالرجال، ولكنها نموذج إيجابي عن أنه الألعاب أو الرياضة بشكل عام ملهاش علاقة بالرجال فقط، فهنقابلها بعد الفاصل. تكلمنا عن أهمية الجودو لولادنا ولينا احنا شخصيا، ولكن بعد الفاصل.